ألف مليون تريليون. مبروك هذا الانتصار، نقول للفريق الشبابي حظا أوفر، لا وجود للخاسرين اليوم. يكفي أن نقول بأن هذه أو هذا اللقب لقب خادم الحرمين، أحمد الفريدي الاتحادي الجديد، الهلال القديم متعود على البطولات. بس أنا في قراءتي وتصوري البطولة هذه بالنسبة لأبو عمر طعمها غير، ولا لا؟ صحيح صحيح. ليش غير؟ لأنه أنت جيت في يعني في مكان كانت فيه مشاكل كثيرة، كانت فيها أمور يعني ممكن ما تخلي الفريق ينجح على هذه الفترة، في فترة بسيطة لله الحمد. أول شيء اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. ثاني شيء أنه كانت في ظروف قاسية جدا في الاتحاد، ظروف مالية وظروف فنية، حتى إعلامية، حتى الجماهير ما كانت متفائلة كثير. رغم هذه الظروف كلها ولله الحمد تغيرت الأمور هذه كلها في فترة وجيزة، من ناحية الإدارة، من ناحية الجهاز الفني، اللاعبين كان لهم كلام ثاني داخل الملعب، كل الأمور اللي كانت تأثر خارج الملعب ما كنا ننظر لها. هذا يعني الشيء اللي خلانا لله الحمد نتفوق هذه الفترة البسيطة. التوأم فالخير عليك يا ربي، لك الحمد. الحمد لله، مبروك وتستاهل. الله يسلمك. أنا بأشكر بس اليوم الحكام السعوديين صراحة، أداروا المباراة وأداروا البطولة كلها بشكل عام بشكل عالي وممتاز. أشكر الدكتور إبراهيم الصيني اللي كان معانا طوال هذه البطولة في الاستشارات النفسية. ايضا اوجه شكري وتقديري واتمنى من الشيخ عبد المحسن ال الشيخ عبد المحسن ال الشيخ يرجع هذه الفتره، هي يعني احلى فتره يكون متواجد فيها، وهذه اقل بطوله واول ميداليه لي اقدمها له هديه. تستاهل كل الميداليات.